مرحبا يا أحلى ناس، أنا سمية وهذا ثاني فيديو إلي على القناة. أول فيديو نزلت لكم إياه وحكت لكم سألوني أسئلة في آخر الفيديو، وطبعا سألتوني أسئلة ونزلت صورة على المنتدى وقلت لكم اسألوني أسئلة وبرضو سألتوني، وهلأ رح جاوب على كل الأسئلة يلي عرضتوها علي. فأول تعليق جاني من سوسو فانز رخوفة، كم أخت عندك؟ عندي أختين وأنا الثالثة، يعني ثلاث إخوات. وكم أخ؟ عندي ثلاث إخوان. لما بتفتحي قناة لحالك؟ قريبا رح أفتح قناة لحالي. أكثر يوتيوبر بتحبيه اللي هو أبو فلة؟ أكثر يوتيوبر بتكرهيه؟ ساهر منذر. أكثر يوتيوبر بتحبيها؟ رهف برو. أكثر يوتيوبر بتكرهيها؟ ما في. وطبعا يا جماعة تاني تعليق اللي هو من أحلام بريئة، أنت من وين؟ أنا يا جماعة من فلسطين وتحديدا غزة. طبعا يا جماعة ثالث تعليق اللي هو شنو طموحك للمستقبل؟ شنو حاطة براسك يعني؟ وشنو طموحك الحالي؟ شنو بلد الأحلام؟ صراحة أنا أعرفش بس يلا رح أصير ليش فان. وغدير من العراق، أول شي طموحي للمستقبل اللي هو دكتورة، وحاطة براسي يعني دكتورة. طموحي الحالي اني اكون ناجحة، وبلد احلامي اللي هي تركيا. Love you، وانا كمان احبك يا غدير، واهلا وسهلا فيكي وبتشرفينا. والتعليق اللي بعده اللي هو التعليق الرابع من الماسة الزرقاء، شو اكتر اكلة بحبها؟ الشاورما. شو اكتر مادة بتحبيها؟ الرياضيات. واكتر مادة بتكرهيها؟ الانجليش. الانجليزي. مكان نفسك تزوري؟ القدس. نفسي كتير كتير بتمنى ازوره. هل انتي من الاتاكو او الارمي؟ لا. اغنيتك المفضلة؟ بشكل عام اغاني السلاوي. برنامجك المفضل؟ ما في عندي صراحة برنامج. والتعليق اللي بعده التعليق الخامس من سمية تيوب، كم عمرك؟ عمري هلا 14 سنة. كم معدلك هذا الفصل او الفصل اللي فات؟ معدلي هذا الفصل 90 ومعدلي الفصل اللي فات 93. هدفك من فتح القناة اني انجح فيها؟ واثقة من نفسك؟ اكيد طبعا. عملتي مع امك حلو العيد؟ اسمه كعك العيد بس عملت. والتعليق اللي بعده التعليق السادس من مريم الشرجاوي، شو اكتر اكلة ما بتحبيها؟ صراحة كل الأكلات بحبها بس ما في إشي بحبوش. شو أكتر يوتيوبرز تحبيه غير رهف برو؟ أحب أبو فلة كتير بحبه، ورهف كتير بحبها برضه. استمري والله إنك طالعة قمر، وإنت يا مريم وبحبك كتير وشكرا على التعليق. والتعليق اللي بعده من سارة أحمد، قناتك جديدة؟ قناتي جديدة، ان شاء الله تكون مثل قناة اختك ان شاء الله. شو اسمك؟ اسمي سمية. وكم عمرك؟ عمري 14 سنة. شكرا على التعليق يا سارة. التعليق الثامن اللي بعده ياسمين وادي، شو اكتر ممثل او مطرب او مسلسل او فيلم بتحبيهم؟ طبعا يا جماعة اكتر مسلسل بحبه اللي هو سجن جلبوع اللي نزل جديد في رمضان. والتعليق اللي بعده من رغد، كم عمرك؟ عمري 14. بتحبي المدرسة؟ لا ما بحبها صراحة. أكتر أكلة بتحبيها؟ قلت لكم الشاورما. وين نفسك تسافري؟ على تركيا. التعليق اللي بعده من محمد، إيش هي الدولة الأجنبية المفضلة والدولة اللي بتكرهيها؟ الدولة الأجنبية كلهن بحبهن، ما في مفضل هيك مميزة، وما بكره ولا دولة أجنبية. والتعليق اللي بعده، كم عمرك؟ عمري 14 سنة. في الصف الكام؟ في الصف الثامن. أكتر أغنية أجنبية بتحبيها؟ تابعش أغاني أجنبية. أكتر لون بتحبيه اللي هو الزهري. أكلتك المفضلة الشاورما. التعليق اللي بعده ماريا يونس، ليش ضحكتك حلوة؟ لأنك أنت حلوة. والتعليق اللي بعده أروى، عارفين عنك لأني متابعة جديدة. اسمي سمية من فلسطين تحديدا غزة، وعمري 14 سنة وفي الصف الثامن، وانا بعمل كثير اشياء حلوه وتحديات غريبه مثل ما بتطلبوهم مني وبس. وشكرا لكل واحد علق. وطبعا يا جماعه اللي ما قريت تعليقاتهم لا تزعلوا، ترقبونا في فيديوهات تانية
ومع السلامة.